وبشأن أزمة المتظاهرين المعتقلين، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. سيد ضياء، مرحبا بكم. يعني هناك وعود حكومية في بغداد لحل الأزمة في البصرة، لكن مفوضية حقوق الإنسان تقول إن 10 متظاهرين في البصرة ما زالوا معتقلين داخل السجون الحكومية. هل ترى أن تصريحات الحكومة شفافة فيما يتعلق بتظاهرات البصرة سيد ضياء؟ السلام عليكم بالبداية، تحياتي للجميع. في الواقع أنه ما يحدث بالبصرة أنه أهل البصرة يعلمون بهذا، لا توجد شفافية ولا توجد مصداقية للحكومة العراقية بما تتخذه من إجراءات ضد المتظاهرين ومن حالة الذي يعيشون فيها أهل البصرة في الوقت الحاضر، أنه المحال المأساوية من انقطاع الكهرباء وشحة المياه ومن المدارس ومن كل المسائل الأخرى المتعلقة بالحالة الاجتماعية وبالحالة التقدم وبحالة العلم بالوقت الحاضر في البصرة لا موجودة، ليست في البصرة أخي وإنما في كل مناطق في العراق، لكن في البصرة منطقة حساسة جدا، لأنه البصرة هي سلة الغذاء في العراق. هم كل ما يحدث بالعراق من تصدير واستيراد وكل شيء هو يحدث من البصرة، والبصرة هذه الحالة مالتها. المفروض أن تكون البصرة هي من المدن المتقدمة حتى في العالم، ولكن في الوقت الحاضر البصرة هي مدينة منكوبة، البصرة الأنقاض لحد الآن، والتظاهرات الموجودة في البصرة من بداية المظاهرات ولحد هذه اللحظة هم أهل البصرة يتحدثون ويقولون، والمنظمة المنظمة لحقوق الإنسان في البصرة أيضا تقول لا توجد تحسنات ولا توجد إجراءات جيدة لإصلاح الوضع في البصرة. الاعتقالات لحد الآن مستمرة، والاعتقالات بتهم عشوائية وبتهم غير واقعية. تفضل. طيب سيد ضياء، ولكن مفوضية حقوق الإنسان يعني قالت بأنه ناشطو البصرة يغادرون المدينة خوفا من ملاحقة الأحزاب لهم، هل الانتهاكات تعدت القوات الحكومية ومارستها الأحزاب بشكل علني سيد ضياء؟ نعم، هذا حدث في البصرة، احنا نعلم جيدا، حدث حتى اعتقالات واغتيالات وحدثت حتى قتل في البصرة من قبل الأحزاب والمؤسسات اللي تابعة للحكومة. احنا كل هذه المؤسسات نقول هي هذه كلها المؤسسات والأحزاب والميليشيات هي تابعة جزء من الحكومة، هم يأمرون وينهون في الحكومة وليست هم بعيدين عن الحكومة، الحكومة تقول ما هم يقولون. لحد الآن في البصرة الحكومة والجيش والشرطة هم مكتوفين الأيدي أمام الأحزاب الموجودة الحاكمة. هذه الأحزاب لها الميليشيات مالتها ولها مسلحيها ولها كل شيء، هي تأتمر بأمرة غير موجودة في العراق، الأمرة التي تأتي لهم بتدمير العراق هي من إيران، خلينا نكون واضحين. أخي، إيران التدخل والضلع الأكبر هي في إيران، إيران لا تريد للعراق الخير، إيران هي من الدول المارقة في الوقت الحاضر في المنطقة لتدمير هذه المناطق في سوريا أو في العراق وفي أي مناطق أخرى من المنطقة الوطن العربي. هذه الحالة موجودة ومستمرة. طيب سيد ضياء، في هذا الإطار يعني تقرير لجنة التحقيق الحكومية برأت الشرطة من قتل المتظاهرين، هناك من يقول بأنه الانتماءات الحزبية هي التي أثرت على إخراج التقرير بهذا الشكل، بحيث أصبح المجني عليه متهم والجاني هو البريء، كيف تفسر ذلك؟ والله هذه الحكومة حقيقة، هذا التقرير هو قرأ هذا التقرير ونشر هذا التقرير، يعني أنا ما أعرف من قتل المتظاهرين، هل قتلوا هم قتلوا أنفسهم، هل هم انتحروا يعني في المظاهرة، يعني هل المعقول هذا؟ أما الجيش والمؤسسات، تبريء الجيش من المؤسسات من القتل، من قتل هؤلاء؟ من قمع هؤلاء؟ هم يقولون من قمع، نحن نقول لهم من قمع هؤلاء، من قتل هؤلاء؟ هل معقول أنه المتظاهرين قتلوا أنفسهم بأنفسهم؟ طيب. يعني هل الكلام هذا يصدق؟ وأما الميليشيات الذي قتلت،
والميليشيات هي جزء من الحكومة، واحدة من الاثنين يعني، أما الميليشيات أما أنتم أما المتظاهرين فهم أبرياء. المتظاهرين مطالبين بحقوقهم السلمية، المتظاهرين رادوا إعادة الكهرباء والماء والصحة في المحافظة. المتظاهرين أرادوا من الحكومة العراقية أن يكون لهم حصة من هذه الأموال التي صرفت ونهبت من العراق. المتظاهرين يريدون عدم البطالة في العراق. طيب البطالة في العراق على ذكر إلى 36%. طيب على ذكر الأموال التي أهدرت في العراق وسرقت، لو تحدثنا عن الأزمة الإنسانية، موقع عيون الحرب الإيطالي، موقع إيطالي يتحدث عن أن العراق ربما يكون مقبل على أزمة إنسانية، لكن كيف يمكن فهم ذلك في ظل زيادة تصدير البترول، والحكومة اعتبرت أن 56 دولارا للبرميل الواحد هو الرقم الذي اعتمدته الحكومة، في حين أن سعر البرميل وصل إلى 85 دولار؟ كيف يمكن فهم هذا التناقض في تصريحات حكومية؟ التناقض في التصريحات الحكومية والتناقض عن الأسواق الدولية المتعارف عنها في تصدير النفط هي حالة، هذه الحالة موجودة في العراق. العراق سراق العراق يسرقون من سعر البترول، ويسرقون البترول حينما يصل إلى العراق، قصد الدولار الذي يصل العراق يسرق قبل ما يوصل إلى العراق. هذه العملية موجودة. الحالة العراق يصدر يوميا حدود 269 مليون دولار يوميا. هذه المبالغ الطائلة هاي باليوم الواحد أخي، هذا اليوم الواحد يكفي اليوم الواحد لإنقاذ البصرة ومناطق أخرى من الأزمة التي يعيشون فيها في يوم واحد. وهذه مؤسسات دولية تقول هذا الوضع، ليست مؤسسات عربية وإنما أوروبية تقول هذا الحدث، أنه العراق عنده استعداد حل الأزمة ما تحدث في الوقت الحاضر من مطالب بسيطة ومطالب حقوقية ومطالب إنسانية لكل شخص يحتاج الكهرباء والماء، يقدرون يحلوها في دخل واحد من يوم الواحد. ولحد الآن من 2003 أخي، من 2003 ولحد هذه اللحظة لم تجري إجراءات جيدة. ونعم هنالك مشاريع بس على الأوراق، هنالك إصلاحات بس على الأوراق، ولكن لا توجد مشاريع حقيقية في البصرة. البصرة وغير المناطق ممكن إنقاذها بهذه المبالغ الطائلة التي تدخل العراق من النفط. من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري، شكرا جزيلا لكم.